بسم الله الاورجنايزيشن الشارت دي بتنظم الشغل. مجرد انت تشوفها تبقى عارف مين المدير بتاعك ومين الناس المسؤولين منك. فممكن مثلا هنكتب هنا اسم الشخص اللي هو بيدير عملية البيم كلها، وبعد كده في بيم مانجر معماري انشائي كهروميكانيكال، وبعد كده في ناس خاصة مثلا بيم اركتكت، في سينيور بيم اوبريتور، في بيم اوبريتور. ممكن انا اكون اكتر من شخص كلهم مسؤولين من السينيور بيم اوبريتور، ما ينفعش ان هم يتكلموا دايركت مع حد اخر. لو هم بيتكلموا مع سينيور بيم اوبريتور هو يتواصل مع باقي الاقسام، الا لو هو سمح لهم ان هم يتواصلوا مع البيم اوبريتور في الاستراكشر او في الام اي بي، بس يحطوه في السي سي على اساس يبقى عارف ايه اللي بيحصل. دي مش ستاندرد، مش حاجه اساسيه. ممكن كل شركه يبقى ليها حاجة مختلفة. ممكن يكون في اورجانيزيشن شارت للشركة كلها والبيم جزء منه. ممكن مثلا البيم كوردينيتور يكون بيبعت للبيم مانجر، بيبعت لي السينيور اركتكشر او سينيور ستراكشر او سينيور ام اي بي. الفكرة ان كل شركة تبقى عاملة حاجة زي كده، بحيث يبقى معروف انا هبعت تقارير لمين ومين اللي هيبعت لي التقارير ومين اللي انا هتابعهم، بحيث ان يبقى فيه تنظيم للشغل وما يبقاش فيه شخص ليس له قائد او مش معروف هو بيتبعت شغل مين او هو مسؤول من مين في الشركة.